المرة اللي فاتت كنا بدأنا في الكونستيبيشن وشرحنا يعني ايه كونستيبيشن وازاي احكم هل المريض دوت عنده فعلا كونستيبيشن او امساك، ولا هو مجرد بس تأخير في عملية الاخراج مش اكتر. خدنا اول نوعين من الادوية اللي بستخدمها او اللاكستيفز، ووقفنا عند الاوزماتيك لاكستيف، والنهاردة هنكملهم. انا اسراء صبري ودي كلينيكال لكارنا، هنتكلم فيها عن باقي الادويه اللي بنستخدمها لعلاج الكونستيبيشن في الصيدليه. اتمنى ان هي تفيدكم، خليكم معايا. هندخل على الاوزموتيك لاكسيتيف. طيب عندنا هنبدا نتكلم عن الاكزامبلز في البدايه. ليه؟ لان كل واحد فيهم بيشتغل بحاجه بطريقه شكل. يعني النون بريسكرايبنج برودكت، الحاجات اللي انا ما يعني اللي هي ممكن اطلعها من غير بريسكريبشن زي الجليسرين، تمام، لبوسه جليسرين ديت بتطلع على اي بني ادم. طيب الحاجات اللي انا لازم اطلعها بروجيتا زي الماده الفعاله، عندنا لاكتيولوز. اللاكتيولوز دوت موجود في التوفلاك وموجود في اللوكسالاك وموجود في السيديلاك. كمان من باب بس العلم من الشيء ان اللاكتيولوز دوت انا بستخدمه لو في بيشنت عنده هيباتيك انسيفالوبسي، يعني لو في حد عنده هيباتيك انسيفالوبسي اللي هي غيبوبه كبديه وكده، فبنستخدم الدواء دوت. ليه؟ لان هو بيقلل لي نسبه الامونيا في الدم. تمام، ده كده معلومه على الهامش. يعني طبعا احنا بنتكلم عن الكونستيبيشن فمانيش دعوه. اللاكتيولوز عندنا دوت بيطلع عشان خاطر اعالج الامساك. كمان عندنا الماده الثالثه هي السوربيتول، دوت موجود في السوربيت او النيو سوربيلاكس ساشيتس، يعني كياس كده اهمت. ادي عندنا السيدلاك، وادي عندنا الدوفلاك، وادي عندنا اللاكتولاك، وادي عندنا الجليسرين سابوزيدري. تمام، طيب الميكانيزم اوف اكشن بقى تعالى نشوف الحاجات دي بتشتغل ازاي. الميكانيزم عندنا بتاعه الجليسرين ان هو عندنا ليه طريقتين، بيسحب ميه وكمان بيعمل اريتيشن. يعني بيعمل الريتيشن دوت يعني حاجه زي التهاب كده، او حاجه زي يعني من الاخر كده بيخلي المكان ده يشتغل. تمام، المكان ده فيه رقوط كده، فانا هخليه يشتغل، هعمل اريتيشن. الاريتيشن ديت هتساعد في خروج الستول. تمام، يبقى انا عندي الجليسرين ليه طريقتين للشغل. الطريقه الاولى بتاعتنا اللي هو اوزماتيك افكت، يعني بيسحب الميه. الطريقه الثانيه اللي هو ليه لوكال اريتنت افكت، عشان كده من السايد افكت بتاعته اللي احنا هنعرفها ان هو بيعمل لي اريتيشن. تمام، طيب اللاكتيولوز والسوربيتول بقى عندنا. اللاكتيولوز والسوربيتول ديت هما نون ابزوربل شوجر، حاجات سكر ما بيمتصش. حلو الكلام، حلو الكلام. بيخشوا الجسم عندنا في الانتستين، في الامعاء بتاعتنا، في بكتيريا. تيجي البكتيريا الحلوه ديت تروح مكسرالي اللاكتيولوز والسوربيتول. لما يكسروا هما الاثنين يتعمل لهم هيدروليسيس، هيبدأوا يسحبولي الفلويد اللي موجودة للكولون للقولون. تمام، عن طريق الأوزماتيك إفكت. فدوت هيزود لي حركة القولون، هيعمل لي كولونيك بريستاليسيس، هيزود لي الحركة بتاعت القولون ديت. تمام، ايه الفرق بينه وبين السلاين لاكستيف؟ ان السلاين لاكستيف انا بعتمد على املاح، انما عندنا هنا هوت في الجليسرين اللاكتيولوز والسوربيتول انا بعتمد على حاجات اوريجينال شويه. لاكتيولوز والسوربيتول دول سكر اساسا. طيب كمان عندنا الدوزج بقى والادمنستريشن. الدوز بتاعتي والادمنستريشن بديهم ازاي؟ الجليسرين دوت عندنا موجود في هيئه سابوسيدري اللي هو اللبوس، ده طبعا اشهر لبوس جليسرين، ده معروف جدا. وموجود كمان في الانيمال اللي هو الحقن الشرجيه تقريبا. في حاجة اسمها البيبي لاكس، فريد بيبي لاكس، دوت بنستخدمه من سن 2 لـ 5، وديت ميزة مهمة جدا في الفليد بيبي لاكس او الجليسرين، لان معظم اللاكس تيبس ما بقدرش استخدمها للناس الصغيرة اصلا. تمام، تاني حاجة عندنا اللاكتيولوز. اللاكتيولوز دوت وانت بتاخده اللي هو موجود مثلا في الدوفلاك او كده، لازم انصح البيشنت ان هو ياخده مع عصير او لبن. ليه؟ لان هو طعمه وحش جدا. تمام، فانصح البيشنت ان هو ياخده مع عصير او لبن عشان خاطر ازود استقبال البيشنت. تمام، البلاتابيليتي بتاعته عشان خاطر يبقى ايه مستقبله، لان هو طعمه وحش فعلا. تمام، السوربيتول ممكن يوصفه اورال،
وممكن استوظفه ريكتال. تمام، الاورال بيبقى 70% والريكتال بيبقى الكونسنتريشن او التركيز بتاع السوربيتول 25% سولوشن. تمام، يبقى السوربيتول 25% دوت بيبقى للريكتال اللي هو شرجية، يعني حقنة شرجية، والاورال بيبقى 70%. طيب الادفرس افكت عندنا اللي هي المشاكل او الاثار الجانبية بتاعته، زي ما اتفقنا ان انا عندي الجلسرين بيعمل لي لوكال اريتيشن اساسا، فاكيد بيعمل ريكتال بيرنينج، بيعمل حرقان في فتحة الشرج. تمام، طيب واللاكتيول والسوربيتول دوت سكر، السكر بيتكسر ويبدا يسحب لي وبيشتغل في الكولون اساسا، فاكيد دوت بيعمل انتفاخ. يبقى اللاكتيول والسوربيتول بيعملوا لي في البدايه انتفاخات، وبعدين زي ما اتفقنا ان هو بيحرك لي الكولون، فحركه الكولون ده بتعمل مقص. يبقى البيشنت جالك بامساك شويه هتلاقيه جالك بمقص، قول له عادي جدا ان انت كنت لسه واخد لاكتيولوز او سوربيتول. طيب كده احنا خلصنا اول ثلاث انواع، بولك فورمينج، سالاين، واوزموتكس. هنتكلم دلوقتي عن الاستيمولنت لاكستيف. الاستيمولنت ديت من اسمها ستيميوليشن، يبقى بتعمل ايه؟ تحفيز لحركه الامعاء. طيب الميكانيزم بتاعتها زي ما اتفقنا كده ان هي بتعمل لوكال اريتيشن للميوكس، يعني بتخلي الجسم ياكل في نفسه كده فيقعد يتحرك حركه زياده جدا. كمان ان هي بتزود لي افراز الميه والالكترولايت للايه، للسمول انتستين واللارج انتستين. هو انتوا اساسا هتلاقوا معظم الميكانيزمات شكل بعض، ان هما كلهم بيزودوا لي البريستاليسس وبيعملوا لي بيسحبوا لي الميه. الاثنين كلهم نفس الافكار، بس هي الفكره كلها في ايه، بيطرب بيعمل انهي اكتر. فانا عندي الاستيمولنت بيشتغل على انه بيحرك الميكوزا اكتر. تمام، الانصت بتاعه من 6 ل 8 ساعات لو انت بتاخده اورال، ومن 30 ل 60 دقيقه لو انت بتاخده شرجي. تمام، لحد دلوقتي مين اسرع واحد خدناه؟ السلاين، عشان كده بناخده ايه في الاكيوت بس، الحاله اللي انا عايزاها دلوقتي حالا. تمام، طيب الاكزامبلز بتاعتنا عندنا فيه اكتر من حاجه. اول حاجه عندنا الانثراكينون لاكستيف. الانثراكينون ده اساسا حاجه طبيعيه موجوده، الناس بتوع البوتاني اكيد هيبقوا فاكرينها، يعني زي السمنه. تمام، نبات السمنه دوت موجود في السمنه لاكس، وموجود في السينوكوت، وموجود في عندنا في البركدون. تمام، ديت الادويه بتاعه السمنه انثراكينون لاكستيف. طيب مشكله الانثراكينون لاكستيف او شويه نوتس كده عليه، اول حاجه عندنا هما الفكره بتاعته او بيشتغل ازاي الميكانيزم، الميكانيزم بتاعه ان هو بينهبت الووتر اند الكترولايت ابزوربشن فروم الكولون. يعني ايه؟ بيمنع امتصاص السوائل والالكترولايت من الكولون، فدوت هيخلي لي ان الانتستينال فوليوم بتاعي يزيد. تمام، يعني الفوليوم اللي موجود في الامعاء عندي يزيد ويكبر، فدوت هيزود لي الضغط عليه، فدوت اكيد هيزود لي حركه الامعاء. يبقى هي نفس الفكره، بس الفرق بينه وبين الاوزموتكس ايه؟ ان الاوزموتك كان بيشفط ميه من بره، البالك فورمي كان بيشفط ميه من بره، السلاين بيشفط ميه من بره، انما الانثراكينون والاستيمولنت دولت بيعملوا لي ان هما بينهبتوا، بيمنعوا امتصاص الميه لبره. تمام، عشان كده تلاقوا كمان الانصت بتاعه بطيء شويه. طيب مشكلته ان هو بيخرج مع اللبن، فعشان كده بننصح طالما الام بترضع ما ينفعش تاخد انثراكينون لاكستيف. ليه؟ لانه بيعمل انفانت لاكسيشن، يعني بيخلي البيبي يحصل له لاكستيف افكت، يجيله اسهال. طبعا الاسهال عند الاطفال ده من المصايب الكبرى، لان هم اساس الاطفال وما عندهمش الكترولايت ووتر يدوبك على قدهم، فلما دولت ينزلوا لي في الاسهال ممكن البيشنت يحصل له انتر ريتارديشن ومشاكل كتير كده، ربنا ايه يسترها علينا. مع الاستخدام لفتره طويله، واحنا اساسا بننصح ان اللاكستيف ما تتاخدش لفترات طويله، بس المهم يعني لو حد استخدمه لفتره طويله بيعمل لي حاله اسمها ميلانوزيس كولاي، ان الستول بيبقى لونه غامق. طيب هل دوت بيبقى فيه اي يعني ميديكال انديكيشن؟ لا، بس هو بتبقى شيء مقرف يعني. طيب كده خدنا الانثراكينون زي السنه. ايه عندنا بعد كده؟ الدايفينين ميثين دريفاتيفز. الدايميثايلفينين ميثين دريفاتيفز هناخد فيها حاجه زي البيساكودايل، دوت موجود في دواء زي الابلي اكس
اللاكسين، الابيلاكسين، وموجود عندنا في المينالاكس طبعا. واللاكسين الحاجات ديت يعني ايه اشهرهم المينالاكس يعتبر. تمام. طيب ايه الحاجات اللي احنا لازم ناخد بالنا منها؟ ان الادويه ديت موجوده لاما فايت سابوزيتري يعني لبوس، لاما فايت انتريك كوتد تاب. تمام. كبسوله انتريك كوتد دي يعني بتبقى عليها كود. المهم يعني ديت بتاعت الناس بتاعت السيوتكس وات ايفر، هي انتريك كوتد عشان خاطر توصل لي وتوصل لي بسلام لحد الامعاء. تمام. ما تتكسرليش في المعده يعني. فان احنا لازم نقول للمريض ان هو ما يكسرهاش يعني ما تمضغهاش، هي ما بتتمضغش، هي بتتاخد قرصه عادي جدا. كمان ما ينفعش اخدها مع لبن او اخدها مع حاجه مضاده للحموضه. تمام. يبقى هي ديت الحاجتين ان انا لازم انصح بيهم المريض اللي بياخد مينالاكس، ما تاخدهاش مع لبن وما تاخدهاش مع ادويه حموضه. تالت حاجة عندنا في الستيمولنت لاكستيف هو كاستور اويل، زيت الخروع، شربة الخروع دي معروفة جدا منذ قديم الازل اساسا. تمام. ديت بتتكسر في الامعاء عن طريق انزيم اسمه البنكرياتيك لايبيز، ده بيطلع من البنكرياس. المهم يعني ان هي بتطلع لي حاجة اسمها ريسينوليك اسيد، الريسينوليك اسيد دوت فيه اريتيشن افكت فبيزود لي حركة الامعاء. تمام. عشان كده اسمها ستيمولنت لاكستيف. طيب الكاستور اويل بيعمل سترونج كاثيتريك افكت، يعني مش 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 لاكسيتيف عادي، يعني مش يعمل اسهال عادي، لا بيعمل اسهال فظيع فعلا، فعنده مشاكل كتير جدا لدرجه ان لو واحده حامل خدته ممكن يعني تجيب البيبي او البيبي ينزل. تمام. من كتر ما هو بيعمل بريستريزس جامده جدا. طيب امتى استخدم الستيمولنت لاكسيتيف؟ انا شايفه ان هي كلها زي الزفت. طيب امتى بستخدمها؟ بستخدمها لو حد هيعمل راديولوجيك او اندوسكوبيك اكزامينيشن، يعني هيعمل منظار في المعده، او لو في حد هيدخل يعمل عمليه في الجي اي تي، في اي حاجه في الجهاز الهضمي بستخدم الاستيمولنت لاكستيف. يبقى كده الاستيمولنت لاكستيف زيها زي مين؟ زي السلاين لاكستيف في الانديكيشن بتاعه اليوز بتاعتهم. الاثنين بستخدمهم عشان خاطر قبل المنظار وعشان خاطر افضي المعده. تمام. بس طبعا الفرق في الانسب بتاعي. طيب البيجر هازارد او السايد افكت بتاعه الانثراكينون او الحاجه الثانيه، السايد افكت بتاعه الكلاس بتاع الاستيمولنت دوت كلهم بشكل عام، سواء كاستور من الاكس سنه اي حاجه، ان هو بيعمل كرامبنج فظيع، مغص فظيع جدا، لانه هو اريتنت، هو دي شغلانته اساسا. تمام. وكمان بينزل الاملاح المعدنيه والفلويدز، فهو اساسا وحش جدا بجد. تمام. مع الاستخدام لفتره طويله، لو حد فكر يعني ان هو يستخدمه لفتره طويله، هيعمل يخلي الكولون اللي هو القولون ما يشتغلش بشكل طبيعي، خلاص هو بقى معتمد عليه. تمام. يعمل لي حاجه اسمها كاثريتيك كولون. كاثريتيك كولون دوت هو ان القولون خلاص بدا يعتمد على الكاستور او السمنه او اي حاجه عشان خاطر يتحرك، من غيرهم مش هيتحرك. تمام. كونترا انديكيتد مع مريض الزايده. تمام. كده كده مريض الزايده اساسا ما بيبقاش يعني قادر يعمل اي حاجه. زي ما اتفقنا نيفر 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 يستخدمه لاكتر من اسبوع وانت بتطلع المينالاكس، لان المينالاكس من اكتر الحاجات اللي بتطلع، لازم تحذره، ما ينفعش تستخدمه لاكتر من اسبوع خالص. طيب الحاجه اللي بعد كده هو الايموليانت لاكستيف او الستول سوفتنر، دي حاجات ظريفه جدا بتعمل بس سوفتنينج للستول. الفكره بتاعتها ان هما سيرفاكتنت، سيرفاكتنت زي الصابون كده. تمام. بيتاخدوا اورال وبيعملوا لي بس يعني ايه، بيسحبوا لي الميه فبيخلوا لي الستول يبقى سوفت شويه، يعني زي يعني هما يعتبروا ملينات كده، يعني هما دول بقى الملينات، ملينات فعلا. تمام. المهم ان هما بيزودوا لي الويتنج، خلوه لي رطب، بيخلوا لي الستول رطب. تمام. طيب عندنا موجوده زي ايه مثلا؟ زي ديكوسيت صوديوم، ديكوسيت بوتاسيوم، ديكوسيت كالسيوم، كل الحاجات ديت موجوده عندنا. ديكوسيت مثلا زي السوبوكوسيت، زي الايجيكوسيت، كل الحاجات ديت موجوده كستول سوفتنر. ستول سوفتنر دوت الانسد بتاعه من 24 ساعه ل 72 ساعه، يعني ما بيشتغلش قبل كده. فهو بيستخدمه عشان خاطر اعمل
وقاية من ان يحصل امساك، مش عشان خاطر اعالج الامساك دي، لان هو بيقعد من 24 ل 72 ساعة. لو حد عنده امساك مش هيستحمل الفترة دي كلها اساسا. تمام. طيب انا هستخدمه يعني امتى؟ ده هيبقى مفيد جدا. فين مفيد؟ للناس اللي ما ينفعش ان هي تبذل مجهود عشان خاطر تعمل ستول. تمام. زي مثلا الناس اللي عندها فتاق، زي الناس اللي لسه عاملة عملية في منطقة الريكتل. تمام. الناس اللي عندهم مشاكل في القلب، الناس اللي عندهم هايبرتينشن، الناس اللي لسه والدة، كل الناس ديت ما ينفعش ان هم يعني زي ما نقول كده بالبلدي يحزقوا، سوري على اللفظ بس هي اسمها كده، هي الستريننج يعني كده يحزق. تمام. الناس اللي ما ينفعش تحزق بنلجأ لفكرة الايه، الستول سقطي. تمام. طيب السيفتي كونسيدريشن، ان مشاكل بتاعته ان هو ممكن يسبب شوية دايريا وشوية مغص، منطقي برضو دايريا يعني اسهال. تمام. طبعا انه هو سيرفاكتنت، يعني حاجة زي الصابون دوت، يعرفها برضو الناس بتوع السيوتكس اكتر، لان هو انا يونيك سيرفاكتنت، فممكن يمسك لي في بعض الادوية زي الديجوكسين والوارفرين مثلا والريسربين، كل الحاجات ديت هي عليها تشارج والانيونيك سيرفاكتنت عليه تشارج، فيبداوا يمسكوا لي في بعض هما الاثنين ومش هيمتصوا. فحاجه زي الوارفرين والديجوكسين والحاجات ديت ما ينفعش ابدا ان انا لو المريض بتاعي بياخدهم ان انا اوصف له حاجه من السوفت نيرز. تمام. طيب بعد كده عندنا اللوبريكانت لاكستيف، هي يعني السوفتنر بتستخدم على ان هي بترطب، اللوبريكانت بتسهل الخروج. تمام. دوت عندنا اللوبريكانت، الحاجة الوحيدة عندنا هو زيت البارافين، الليكويد بارافين. تمام. دوت بيشتغل على فكرة ايه، ان هو بيعمل لي غشاء زيتي حوالين الستول. تمام. طبعا غشاء زيتي فهتبقى مزيتة فهتعرف تخرج بسهولة، هي دي الفكرة صح؟ يبقى انا عندي السوفتنر بيخلولي رطب، بيخليلي الستون نفسه رطب فيبقى سهل النزول، انما عندنا اللوبريكانت لا، بيعمل طبقه زيديه الزيت دوت بيخليهولي ايه، ينزل بسهوله. تمام. فدوت حلو جدا. ليه؟ لان هو بيريفنت الكولونيك ابزوربشن اوف فيكال ووتر، يعني من الاخر كده بيحبس الميه برضو، لان هو زيت هو يحبس لي الميه جوه الستون، مش هيخليلي الستون يمتص الميه بتاعته، هي دي برضو كل الفكرة بتاعته. الانسد بتاعته من 6 ل 8 ساعات بعد الاورال ادمنستريشن، على فكرة يعني 6 ل 8 ساعات دي حاجة كويسة مقارنة باللي فات. تمام. لو انت هتستخدمه كانيما، يعني لو هتستخدم زيت البارافين كحقنة شرجية، فهتشتغل من بعد من 5 ل 15 دقيقة زي السلاين لاكستيف، فهنلاقيه ان احنا برضو بنستخدمه عشان خاطر للناس اللي ما ينفعش برضو يحزقوا. تمام. زي الناس اللي لسه عاملة عملية فتاق او عاملة اي عملية في المعدة، فبستخدم لهم زيت البارافين. تمام. اورال افضل بكتير جدا من الريكتال. تمام. عندنا بقى في مشاكل لزيت البارافين، بيعمل لي حاجة اسمها ليبيد نيمونيا. ايه الليبيد نيمونيا دوت؟ بص يا سيدي، لو انت لو هو بياخد المينرال اويل ده بشكل كتير، الليكويد بارافين ده مينرال اويل. تمام. لو اخده لفتره طويله وبعد ما بياخده بينام بيبدا يحصل ارتجاع. تمام. فالزيت بيبدا يتكون على الرئه، بيعمل حاجه اسمها ليبت ليمونيا، بتبقى حاجه اساسا غريبه جدا. تمام. عشان كده ما ينفعش ان انا اخده على الاقل نام، يعني لو اخدته دلوقتي يبقى على الاقل ينام بعد نص ساعه، ما ينفعش تنام قبل نص ساعه. تمام. لان قبل نص ساعه هيبدا يعمل لي حاجه اسمها اسبيريشن، الاسبيريشن دي بقى بتعمل نمونيا وكوارث كتير يعني. تمام. وطبعا لو انت مريض جيرد او اللي هي جاسترو انتستينال ريفلكس اسمها ايه، ارتجاع، لو انت مريض ارتجاع فانت كده عندك اللي هو السفنكتر بتاع اللي موصل بين، يعني الناس اللي هي مريضه الارتجاع كده كده انا شرحتها المحاضره اللي فاتت. تمام. الارتجاع دوت بيبقى فيه مشاكل في السفنكتر اللي هي البوابة اللي قافله بين الجهاز التنفسي يعتبر والجهاز الهضمي. تمام. البوابة ديت بتبقى سايبة شوية عندهم، فالزيت هيروح متزفلط اكتر. تمام. ف
فعشان كده الناس اللي عندها جويد ما ينفعش تاخد اي ليكويد بارفين او اي حاجة. تمام. كمان ما ينفعش ان انت تاخده مع الاكل. تمام. لازم تاخده على معدة فاضية. ليه؟ لان هو بيأخر لي الجاستريك انبيتنج ريت، يعني بيأخر خروج الاكل من المعدة، يعني ان الاكل يروح من المعدة للامعاء، الليكويد بارفين بيأخر لي العملية دي. تمام. فعشان كده يفضل ان انت تاخده على معدة فاضية عشان خاطر ينزل الانتستين على طول، تاخده على معدة فاضية وما تنامش بعده. بس هي ديت الايه السيفتي كونسيدريشن. كمان الليكويد بارفين عنده مشكلة فظيعة جدا، ان هو بيمنع لي امتصاص الفيتامينات اللي هي كده، فيتامين كي وفيتامين اي وفيتامين دي وفيتامين اي، اللي هي الفات سوليبل فيتامين. ليه؟ لان هي بتدوب جواه وبتنزل، ما هو زيت والزيت بيدوب في الزيت، فهي حاجات دهنية فهتدوب في الزيت بكل بساطة وهتروح مدلالي معاه، يبقى الجسم ما بيستفدش من الكده. عشان خاطر كده ما ينفعش البريجننت وومن تاخده، لو في ست حامل ما ينفعش تاخده. ليه؟ عشان خاطر الست الحامل بتبقى محتاجة كل الفيتامينات بتاعت جسمها، فلما حضرتك تجيلي وتروح عاملي هايبو فيتامين كي، يعني تقلل لي فيتامين كي، دوت هيسبب ان يحصل هيموراج ديزيز للنيو بورن، يعني البيبي لما هيجي يتولد هيبقى عنده سيوله زايده، ممكن يحصل نزيف لا قدر الله. يعني عشان كده ليكويد بارفين بروهابتد للايه للمراه الحامل. كمان الناس اللي عندها بتاخد ادويه تجلط. تمام. ليه؟ لان احنا عندنا مثلا حاجه زي الوارفرين، ده بيعتمد بشكل اساسي على فكره وجود الفيتامين كي، فلما انت تقلل لي فيتامين كي فهيبقى الوارفرين ده بيشتغل لي بشكل اكتر، فهيبدا يعمل لي نزيف. تمام. فعشان كده يفضل ان انت لو انت بتاخد اصلا وارفرين او ادويه تجلط، يعني مش لازم ليكويد بارفين، عندك في 60,000 دواء تاني للامساك خده. ماشي. كمان الحاجات الاموليينت، الاموليينت هي ديت زي الديكوسيت وكده، دوت بيعمل لي انكريزنج للهيباتيك للسيستميك ابزوربشن بتاعه المينرال اويل. يعني لو انت بتاخد سوفتنر زي ديكوسيت، السوفتنر اللي هو الحاجات اللي كانت قبل دي، سوفتنر لاكستيف ستول سوفتنر زي ديكوسيت، ما ينفعش تاخد معاها ليكويد بارافين. ليه؟ لان الليكويد بارافين اساسا بيعمل مشاكل في الكبد، والستول سوفتنر بتزود الامتصاص بتاعه، فهيزود فكره الامتصاص، فكره مشاكل الكبد. تمام. طيب من الحاجات بقى السيئة جدا للليكويد بارافين، ان هو بيعمل ليكج من الانال سفنكتر، هو زيت فمزفلط فبيخرج من فتحة الشرج، فدي بتبقى شيء مقزز جدا للبيشنت، بيقرف البيشنت فعلا. تمام. غير كده هو بيعمل اتشنج، يعني بيعمل يخلي البيشنت عايز يهرش. تمام. كمان هو كونترا انديكيتد، يعني ينفعش خالص ياخده الناس اللي قاعدة على السرير. ليه؟ لان انا زي ما اتفقت ما ينفعش اخده وانام، هيعمل لي ليبنمونيا، فما ينفعش للناس اللي هي طريحة الفراش ما ينفعش تاخدها. الناس اللي عندها ريكتال بليدنج، يعني في نزيف عندهم في المكان دوت، فبرضه ما ينفعش ياخدوها، والناس اللي عندهم زايدة ما ينفعش ياخدوه. طيب اللاكستيف بشكل عام هنتكلم بس عليه شوية نقط كده عليهم. عندنا حاجة زي المالتسوب اكستراكت اللي هو الشعير، دوت بيبقى آمن جدا للناس اللي أصغر من سنتين، سوري اللي أقل من شهرين. تمام. ده الحاجة الوحيدة اللي آمنة للناس اللي أقل من شهرين، المالتسوب لاكست. تمام. طيب الجليسرين سابوزيتري، دوت بيعمل لي سابوزيتري مي بي يوز تو انيشيت الديفيكيشن ريفلكس، يعني ايه؟ يعني ممكن استخدمه بس اللي هو يبدا، يعني ايه؟ يعني عشان يبدا بس. تمام. واتيفر، يعني جمله مش مهمه. الانيمز اللي هي الحقن الشرجيه ما ينفعش ان انا استخدمها لاي اطفال اقل من سنتين، ولو هستخدمها من سنتين لخمس سنين يبقى برضو تاخد بالك كويس قوي، لان هي مش تمام،
والانيماز ديت اللي هي الحقن الشرجيه غالبا بستخدمها زي ما اتفقنا عشان خاطر افضي الامعاء بسرعه يعني. طيب عندنا الحاجات اللي هي فيها صوديوم فوسفيت انيما اللي هي الفليتس. صوديوم فوسفيت انيما دوت افكتيف جدا تمام، بس للاسف بيعمل لي مشاكل في الالكترولايت، الاملاح المعدنيه بيعمل خلل في الاملاح المعدنيه دوت، بيزود الفوسفيت وبيقلل الكالسيوم وبيقلل البوتاسيوم كل الكلام دوت، وكمان بيعمل لي مشاكل في القلب لو اديتي البيشنت اقل من 5 سنين بالذات تمام، خصوصا للمرضى اللي عندهم مشاكل في الرينال ديزيز، يعني عندهم مشاكل في الكلى او عندهم اي مشاكل في الانوريكتال اريا يعني في منطقه اللي هي الشرجيه، المنطقه الشرجيه دي بشكل عام بتبقى عندهم مشاكل مع الصوديوم فوسفيت انيما تمام، which allow phosphate blood concentration to become abnormal high، phosphate بيزيد، potassium to become low، cardiac arrhythmia and death. متخيلين اننا ممكن يبقى مريض امساك تموته بمجرد ان انت اديته صوديوم فوسفيت، لان الصوديوم فوسفيت بيقلل لي البوتاسيوم وبيقلل لي الكالسيوم اللي هما مهمين جدا لكهربة القلب، فدوت ممكن يموت القلب. انت متخيل لو انت ما سألتش المريض بتاعك انت عندك قلب ولا ما عندك مشاكل في القلب يعني، ولا ما عندكش مشاكل في القلب انت ممكن تموته، فهي مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. البالك فورمينج ايجنت اللي احنا خدناها في الاول خالص، عند الستول سوفتنر اللي هي تقريبا خامس واحدة اللي احنا خدناها قبل الاخيرة، دولت عندنا ممكن استخدمهم للبيشنت اللي انا مش محتاجة immediate relief، يعني لو مش محتاجة يخف دلوقتي حالا ممكن استخدمهم، ليه؟ لانهم بيشتغلوا بعد فترة. الستيمولنت لاكستيف ديت اللاست ريسورف يعني اخر حاجة بستخدمها، الكاستور بقى والسنة والمينا لاكس دوت ده اخر خط دفاع استخدمه، لانهم اقوية زي ما اتفقنا ليها كاستر افكت وليها مشاكل كتير جدا اتكلمنا عليها. طيب لو انا عندي البيشنت اللي جاي لك راجل كبير تمام، جيرياتريك حد كبير دوت، بيبقى غالبا اصلا الناس الكبيرة بيبقى عندها كونستيبيشن. ليه؟ لان مع زيادة السن بيبدأ الكولون وحركة الامعاء اساسا تقل، فده كله بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي فكرة الكونستيبيشن تمام، وبيخليه يعتمد اكتر على فكرة الاورال لاكسيتيف، ودي برضو بتعمل مشاكل جدا تمام. عشان كده زي ما اتفقنا اللاكسيتيف اساسا ما يفضلش ان انا استخدمها اكتر من اسبوع يعني. طيب لو هو عنده اكيوت ابيزود، يعني لو هو جات له فكرة ان هو كان ماشي طبيعي والحالة عنده تمام وراح فجأة حصل له كونستيبيشن، دي حالة اسمها بنسميها ايه؟ اكيوت كده. طيب الاكيوت ديت استخدم لها ايه؟ عندك حل من الاثنين، يا اما تستخدم سالاين انيما عشان خاطر تفضي مره واحده، يا اما تستخدم ووتر ريكتال حقن شرجيه فيها ميه تمام، ده كله هيسهل الدنيا. ما ينفعش ان انا استخدم السيرفاكتنتس والحاجات ديت، ليه؟ لان هي تعمل اريتيشن وهو بيبقى اساسا يعني راجل كبير فبيبقى مش قادر يعني. كمان الناس زي ما اتفقنا الصوديوم فوسفيت انيما لسه متكلمين عليها ان هي ممكن تعمل لي كاردياك ديس، فلازم اخلي بالي ان هي بتعمل هايبر فوسفيتيميا وبتعمل هايبوكالسيميا وبتعمل هايبوكاليميا، كل الحاجات دي بتخلي لي البيشنت اللي هو اصلا كبير في السن عرضه لمشاكل كتير جدا. كمان هي سيئه جدا للناس اللي عندها مشاكل في الرينال. طيب البالك فورمينج لاكستيف ديت غالبا هي اكتر حاجة مناسبة للناس الكبيرة في السن تمام، بس اللي بيقدروا يشربوا مية كتير. ليه؟ لان بيبقى في ناس كبيرة في السن عندها صعوبة في البلع، الصعوبة في البلع ديت بتخليها ما تقدرش تاخد كمية الفلويدز الكتيرة اللي اتفقنا ان هي لازم تتاخد مع البولك فورمينج لاكسيتيف. طيب الجليسرين سابوزيتوري والاورال لاكتيلوز والسوربيتول والكلام دوت، دولت بيفضل ان انا استخدمهم امتى؟ دول بيفضل ان انا استخدمهم لو البيشنت عنده هيباتيك انسيفالوباسي. ليه؟ لان عندنا سوري الجليسرين والسابوزيتري والاورال لاكتيلوز دولت كلهم سيف تمام، يعني انت لو عندك راجل كبير ممكن تديله لوبوس جليسرين هيبقى تمام معاه وامن وكل حاجه،
وحلو يعني، واللاكتيولوز والسوربيتول حلوين برضو. اللاكتيولوز فيه ميزة زيادة. ايه هي الميزة الزيادة ديت؟ ان لو مريض عنده هيباتيك انسيفالوبسي يعني عنده غيبوبة كبدية، يفضل ان انا اخده اديله لاكتيولوز. ليه؟ لان انا بضرب عصفورين بحجر واحد، اول حاجة عالجت الامساك، تاني حاجة عالجت الهيباتيك انسيفالوبسي عن طريق ان انا قللت الامونيا في جسمه. البريجننت بيشنت، المريضة الحامل، دوت بيبقى غالبا الست الحامل بيبقى عندها امساك. ليه؟ لان اليوترس الرحم بيبقى ضاغط على الامعاء، فبيقلل الحركة بتاعتها. تمام، لازم ان البيشنت تاخد بالها ان هي تبعد عن حاجة زي الاستيمولنت لاكستيف. ليه؟ لان هما بيحصل لهم امتصاص في الدم، ودوت هيخليها تروح للبيبي، والبيبي هيجيله مشاكل، هيحصل له مشاكل في بطن مامته. تمام، كمان الحاجات اللي بتعملي انترفيرنس مع الفيتامين ابزوربشن. طبعا احنا بنتكلم على مين؟ بنرمي الكلام على مين؟ بنرمي الكلام على المينرال اويل زي البارافين. البارافين زي ما اتفقنا بيعمل لي مشاكل في امتصاص الفيتامينات اللي هي الكده. كمان اي بريباريشن ممكن تعملي انديوزنج للبريماتور ليبر، اللي هو ان تخلي الست تجيب يعني تولد بدري، زي مين؟ الكلام على مين؟ على الكاستور اويل. يعني من الاخر، ما ينفعش تاخد ستيمولنت لاكستيف، ما ينفعش تاخد بارافين اويل، ما ينفعش تاخد كاستور اويل. طيب امال انا اديلها ايه بقى؟ اديلها بالك فورمينج لاكستيف. البالك فورمينج لاكستيف دوت اول اختيار بالنسبه لي، وافضل اختيار بالنسبه لي للست الحامل. يبقى كده البالك فورمينج لاكستيف هو افضل اختيار للست الحامل، وافضل اختيار للناس الكبيره اللي تقدر تشرب كميه ميه كتير. وكمان ممكن نستخدم الستول سوفتنر، ممكن نستخدمهم عشان خاطر اساسا احميها من فكره الكونستيبيشن. بكده نكون خلصنا محاضره النهارده. اتمنى ان هي ما تكونش طويله قوي، وتكون لمت معاكم. الكونستيبيشن هو طبق كبير جدا، فاتمنى ان هو يكون اتلم كده بشكل كويس. يعني لو حد عنده اي اسئله او استفسارات طبعا ممكن يسيبها لنا في الكومنتات، سواء على اليوتيوب او على بيج اللي قناه. ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه على اليوتيوب، ومنش نصحكم عشان البيت تدعم. كانت معكم اسراء صبري وهنا كلينيكال اللي قناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.